Allah, Allah, Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم تب من كل ذنب. استغفر الله العظيم. Thank you.
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل ذكر الله قال من نقول
الحمام Oh,
يا أنت مبسوط وأرضاك مبروك يا الله حسام الزهاد من الأرزاق مبروك جمالك ومكسرك يا حضرة الله أشكرك ومجد ذكرك أنت اسمك يا حضرة الله شفع السنة يا رسول الله مدد يا صاحب الرضا مدد يا حسن حسام الدين الشاكي سكن تركي أدب دم خوي محبوبي هدار نظر ياه إلهي دير مكان مصطفى دير حبيبي كبريان حق ياه الفضيلة Ben Kürden Arş-ı Cenab-ı Kibriyadır Oh,
Hazret Allah. Aşkını gönlümüzden, zikrimizden kesme ya Hazret Allah. Şefa senden ya Resulullah. Kaldı gönül fahri cama, bu değil parmağını gezeyim. Elde temel, başta külah, bu değil parmağını gezeyim.
جلاله أما نواله فلا إله غيره أصابه الله خير أرضاه جواله حسد يا هو عشر يرمز أكيد يا حيات يا هو شكوى السنة يا رسول الله دوام gözlerim sızlar bedenim dostum hasretim çektim benim ey zulfü siyahım nevruzlu firdanım sevdasın başımda alır mı bilmem ey zulfü sevdasın başımda alır mı bilmem dosta kurban olsun şerefim şanım boyunda kurbandır helal bir anım mahşer seçiminde şemalat yarim bu etmayın ولا مغفر مقصود على مراد إلا حق إلا الظلم ومن جمال قرمك سترز يا حضرتي يا يا Yeah.
Yeah.
Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Rabbil
Yeah.
Yüzbaşı Kahraman İslam'dan şov. Muhammed'in uşağı ki buldun hayır. Yer misin ki ya Hazret Allah? Allah, 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 selam et bir kul. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber. Thank you.
Muhammed Resulullah. Şefa senden ya Resulallah, hazmetü zâre tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi hamd. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu خالي بعد قراءة دعاء إجازة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا ومثقلا لموازين حسناتنا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات هاديا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم أطلق به ألسنتنا وقوي به حجتنا واجعله شاهدا وشافعا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين ولا تجعله شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بأحكامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا من يتبعنا ولا في أصلابنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هب صالحنا لصالحنا، هب مقصرنا لعاملنا، هب مسيئنا لمحسننا، فإن لم يمكن بنا محسنا فهبنا جميعا إلى سعة رحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين. لا تصرفنا من هذا المجلس المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حوائجنا ويسرت على معسرنا وأغنيت فقيرنا وعلمت جاهلنا وربيت وأدبت أبناءنا. اللهم يا ساتر الحال لا تكشف لنا حال. اللهم يا ساتر الحال لا تكشف لنا حال. بارك لنا وللحاضرين الشيخ فاتح وإخوانه والمشايخ والعلماء بالمال والأهل والعيال فينا وإياهم شر ما تأتي به الأيام والليالي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أدن فضلك علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين وانظر إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نظرة فرج ونظرة رحمة ونظرة سعادة. اللهم اكشف الهم والغم والكرب والبلاء الذي نزل بالمسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان في الحرمين الشريفين خاصة وفي هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جناب أرحم الراحمين حبيبي أكرم النبي المرتضى صلى الله تعالى عليه وسلم. القرآن الكريم كلمة تهذيب ذكر عظيم. اللهم بارك مثل سبع ما كررناه ونور ما تابعنا وبعد قبوله. إلى حبيب نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى إرواح أهل البيت من دنبي على ملوك الصلاة والسلام. وإلى أرواح بيران نظام وإلى أركافة أهل الله أصدقوا وإلى أرواح شام محمد بحوضين أنا أشهد الصمر وإلى أرواح شام عبد القادر جلال أفرام لنا وإلى أرواح شام عبد الفريق أفرام لنا وإلى أرواح مولانا جدوم كفرام لنا وإلى أرواح جرائي كفرام أفرام لنا وإلى أرواح حالاتي كفرام أفرام لنا وإلى أرواح الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا رب ارجع نبيك المصطفى ورسوله المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف وبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومتنا عن السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتسهل بها أمورنا وتيسر بها أسرنا وتغفر بها وزرنا وترفع بها ذكرنا وتدفع بها ضرنا وتجبر بها كسرنا وتقني بها فقرنا وتطيل بها أعمارنا وتنور بها قبورنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم ببركة الصلاة عليه عنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حفظه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحول بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يا من سمك يا عزيز الله 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 سلامتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفنى جنة أشكوس أمالين زنوروس الله سيزدان بزدان جميل مت محمدتان رازوسو آمين. أنا فاتتلمزي تحقيق نقصانلمزي تمام أردرسان جتنمزي حيالي مبارك ومتهم إلسان يني سنمزي محرم أيمزي حيالي مبارك ومتهم إلسان وسيلة لبتن geçmişlerimizde رحم إلسان وكنان ذكر الله إلهي اسم قول ومقبول إلسان وكنان 5 adet حتى الشريف 140 Yasin-i Şerif'ine 500 Yasin-i Şerif'i Fetih-i Mutne ve Cuma Vaka Duan Kıyame 1501 Ayet-el Kürsi 24.000 İhlası 8 Evrad-ı Kebir 5 1 Disettar 16 İstiğfarı ve Esma-ül Hüsna'ları indi ilahisinde kabul ve makbul eylesin. Yine okunan 40.000 Ya Kayyum 33.000 Ya Şafi 70.000 Ya Şafi de kabul eylesin. Rabbim bu vesileyle Ümmü Efendi'nin oğlu trafik kazası geçirmiş, ağır bir ameliyat, beyin kanaması ameliyat geçirmiş. Ona da şifalar ihsan eylesin. Ve iki okunan yine 2.921.000 tevhid, kelime-i tevhid, 3.115.000 salavatı da indi ilahisine kabul ve makbul eylesin. Evvelen Ali Eren kardeşimizle gönül muradını asir eylesin. Hasun Ecir ve Mansubat'ı evvelen bizzat Hacı Eki Aynatül Asya-i Mevcuda Seyyidül Beşer Sultan-ı Enbiya Burhan-ı Nasbiye Habib-i Hüder Bel Kasım Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Pâk Aziz Şeyh Rumakire'de Kasir-i Arabi Ruh-u Resulullah bizlerden hoşluklar razı eyle Şefaat uzmasın ve cümlemize nasip eyle Cümle Enbiya İzam-ı Sükkan Efendimizin Rahat-ı Şahat eyle Cümle Sahabe-i İkram Tabi'in Tebe-i Tabi'in Eyyum-i Müştehid'in Muhaddis'in Nefis'in Vakfada Şahat eyle Hasıda Kulafak Asul-u Şahat Eski Birimiz Birimiz Hasan-ı Muhammed'in Şahat
Paki, kıldız alızat ve hücumatın şahadeyle, Hamid Kadir Geylan, Rahmeden Ruhfay, Vahan Nakşiden, Mevdan Nakan, Naşvan Hazretleri Muhatin şahadeyle, Cemaat Uşak, Selat Uşak, Tahir Gürşah, Hüseyin Hüsnü Aziz, Hamber Efendi'nin, Seyyid Necadetler, Hüsnü Zahra Hazretleri'nin, Fenin İbrahim Fik Efendi Ruhun şahadeyle, Ümit Tarikat'ın haberde imanla güzel anetmiş, Bacağım, Kardeşim, Mufiban, Zakiran, Meşayetan, Cümle Ekman'a dedik vasıl eyle. Ali Latbel Karabaş, Veli Mustafa Davi, Mustafa Edirneli, Abdül Latif Halebi, Muhammed Hükmi, Sidi bin Abdurrahman Eseri, Sidi bin Azuz, Muhammed bin Eseri, Sidi Mustafa bin Azuz, Kulle Sikseti, Sade Halveti'ye Muhammed'e şahat eyle ya Rabbi. Şeyh Sırrı Efendi, hayırlı bereketli ömürler nasip eyle. Dinler hususunda da güzel irşatlar nasip eyle. Şeyh Eseri'ye de hayırlı bereketli ömürler irşatlar nasip eyle. Şeyh Ali Kadir'e, bütün mürşitlere, hususunda ve her yerden gelen misafirlerimize rahmeyle. Ve Hamza kardeşimizin de, evladımızın da aldığı icazeti hayırlı, mübarek ve mütemme eyle. Diğer kıraatları da tamamlayıp aşağıda tertip üzere inşallah. Kur'an ustası malimi olabilmeyi ve bütün ümmete bu işi talim edebilmeyi kardeşimize nasip vermezsin. Bizim Türkiye'deki talebelerimize de bu ilimden müstefit eyle. Sallu ve sellim ya Rab ala eşrafi ve ashab nuru cemilen viyayi vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ya rabbel alemin. Zelzele afetlerinden, düşman silahlarından, bilinen her bir kadar atlar vatanımızı, milletimizi koru ve muhafaza eyle. Bu Yahudi'nin aslani çetelerini kurdu ile de sırrı kendi başlarına mahkus eyle. Allahümme aşkı ve zalimine ve zalimin. Vahricinin min beynihim zalimin. Ve amin ya Rabbi. Ya zalimi zalimle meşgul eyle, biz aralarından felaha çıkar ya Rabbi. Ya Rabbi bu Amerika'nın, onun Yahudi'nin ve İttifak ehlini de sen kahru feyşan eyle. Amin. Kuduyla de sırrı kendi başlarına mahkus eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri felaha eriştir ya Rabbi. Amin. Onları birbirleriyle meşgul eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin, ya ilahel alemin. Bizi darlamak, sıkıntıya sokmak istiyorlar. Maddi ve manevi havluk altına almak istiyorlar. Sen fırsatlarına. Amin. Sen fırsatlarına. Amin. Sen Ankara'yı bir zaman, bu memleketi, Osmanlı torunu yerlendirilecek gücü, kuvveti sen ihsan eyle. Amin. Ya ilahel alemin, ya ilahel Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da, Arakan'da bütün Müslüman kardeşlerimize sen yardımına muamele eyle, hüsretinle muamele eyle. Amin. Bir çıkış yolu bizlere ümmeti nasip ve mesele eyle. Amin. Halife bizlere nasip ve mesele eyle. Ümmetin derdini çözecek güç, kuvvet, sağ selamet, afiyet bizlere ikram eyle. Ya ilahel alemin. İkmanımızı boş keseye sokturma. Helalden bol rızıklar ikram eyle. Verdiğin vereceğin helal sıkı zatine ve hizmetle her cebimde nasip ve mahsul eyle. Ya ilahel alemin. Şu yeni senemiz hakkımız hayırlı mübarek ve müterrem eyle. Bu vesileyle bütün şehitlerimizin ruhunda şad eyle. Bedir şehitlerin, Uhud şehitlerin, Şehida-i Kerbelan ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Dünyasının feyiz bereketinden bizleri müstefit eyle. Ve bu vesile geçmişlerimize rahmet eyle. Sallu ve sellim ya Rab ala eşrefi ve sadrur cemil enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina lazım kaside bozsun.